نادي هلال القدس وصندوق وقفية القدس، تعاون مستمر وشراكة دائمة. إنجازات نادي هلال القدس لا يمكن حصرها، سواء رياضيا أو اجتماعيا أو ثقافيا. شراكات نادي هلال القدس المميزة كان لها الأثر البارز في إيجاد هذه النجاحات على مستوى الوطن. ومن ضمن هذه الشراكات المميزة التواجد الدائم لصندوق وقفية القدس بجانب نادي هلال القدس في النشاطات والفعاليات والمناسبات، تحديدا الكبيرة منها. فما قدمه صندوق وقفية القدس هو شيء كبير في سبيل حماية ودعم ومساندة نادي هلال القدس، وإليكم أبرزها. رئيس الوقفية رجل الأعمال منيب المصري، هو عضو في مجلس أمناء نادي هلال القدس، وهو من الداعمين الهامين لنادي هلال القدس. رعاية الصندوق لكشافة نادي هلال القدس بشكل مستمر. السيد طاهر الديسي مدير عام الوقفية، الدينامو الذي يعمل على مدار الساعة، كان له دور هام في توقيع اتفاقية التوأمة بين هلال القدس وأم صلال القطرية، وما تبعه ذلك من تطبيق فعلي للاتفاقية على أرض الواقع، تحديدا في دعمهم للنادي بمعسكرات في تركيا. تواجد الوقفية في زيارات هامة لرئيس النادي وأعضاء الإدارة في قطر، تحديدا عند زيارة الاتحاد القطري لكرة القدم وزيارة نادي أم صلال وعند زيارة أكاديمية أسباير، فكان للوقفية دور هام في توطيد علاقات هلال القدس في الخارج. على الصعيد المجتمعي، تعاون كان بين نادي هلال القدس والوقفية في حملة الوفاء للقدس وإفطار الأطفال اليتامى في شهر رمضان المبارك، بالإضافة لمهرجان فرحة طفل الذي تم من خلاله رسم الفرحة على وجوه أطفال القدس، والكثير الكثير. فعندما نقول أن العلاقة بين هلال القدس ووقفية القدس شراكة مستمرة، فهذه الشراكة بالأساس لخدمة القدس وأهالي وأطفال القدس، وسيكون هناك العديد من المشاريع المشتركة والتي سيتم الإعلان عنها قريبا. فببساطة، القدس تحتاج منا الكثير الكثير، وما يقدم للقدس وأهلها وإن كبر حجمه غير أنه قليل بحقهم، فالقدس تستحق منا الغالي والنفيس. فدام صندوق وقفية القدس ودامت شراكتنا بإذن الله. القدس منا وفينا، القدس مسرى نبينا، في القدس صلى حبيبي بصفوة المرسلين.